تربطت كما انت استعملت ملتقيات احداث رياضيه واحده اخرى ودي كومبيتيسيون. حنا الجاهزيه تامه الان، حنا موجودين، لي زامبراستركتور موجودين، اللي نقدروا يعني نفتخروا بهم يعني مقارنه بكثير من الدول في يعني على الاقل في دول الجوار ولا في القاره الافريقيه. وانت تعرف باللي تنظيم هذا النوع من يعني المنافسات ولا البطولات يعني مرتبط بالاتحادات الدوليه. حنا في الزياره الاخيره للرئيس الاتحاد الدولي لكره القدم كان يعني شاف ووقف على المنشات الرياضيه اللي هي موجوده. انتم تعرفوا باللي احنا في اطار تحضير للشان الان براتيكمون يعني يعني قبل نهايه ربما اذا كان كنت بعت نقول قبل نهايه السنه كل التجهيزات اللي هي كانت مبرمجه تكون جاهزه بما فيها قسنطينة عنابه يعني بليده الجي يعني كل شيء يكون واجد. هذا يعني المكاسب الرياضيه اللي هي موجوده ومن خلال التجربه اللي مرينا بها في وهران عندنا كامل الاستعداد لتنظيم تظاهرات اخرى. هل الامر جاري العمل به للتنسيق مع بعض الاتحادات الدوليه لتنظيم بعض المنافسات في الجزائر؟